يا مساء الخير، يا مساء النور، ليلتكوا ايه؟ وردي وبنور. يا مساء الخير، يا مساء النور، ليلتكوا ايه؟ وردي وبنور. واحنا اللي حلوين وعلينا نور، حلوين كايدين عوازلنا اللي بيتمنوا زعلنا، ده احنا متفل وعشرة العاش اللي زعلنا العاش اللي زعلنا. بنرحب بالمطربة والفنانة الكبيرة ليلى نظمي، اهلا بيكي. اهلا بيكي ومن جميع المشاهدين. الفنانة ليلى نظمي اول ما بتسمع ليلة العمر ايه اللي بيخطر على بالها؟ اكيد فرحي. طبعا بيبقى يوم بالنسبه لاي واحده جديد عليها وسعيد جدا، وبتبقى فرحه يعني ما بتتنسيش ابدا. فاول حاجه بفتكرها هو فرحي، وازاي اتجوزت، وازاي الزفه كانت معموله، وازاي الناس استقبلوني في الفرح. فدي اول حاجه بالنسبه لي. ايه رايك لو نبدا من البدايه وتقولي لي اتعرفتي ازاي على جوزك الدكتور شريف؟ الحقيقة أنا يعني أسرع قصة جواز في العالم. كانت خالتي عاملة عملية في مستشفى، ومامتي كانت قاعدة معاها ملازمة ليها في نفس الأوضة. فكان في دكتور هناك، مامتي عمالة تقولي في دكتور دمه خفيف قوي عمال يجي دايما يسأل علينا ويسأل على خالتي كده أهو. شفته سلمت عليه، هو مش عارف إنها ليلى نظمي. فبيجي يهزر معانا كده ويمشي عادي جدا. فواحد دكتور زميله قال شفت ليلى نظمي جت في الأوضة نمرة كانت 202، فقال له لا ما شفتهاش. هو قاعد معايا كتير جدا لكن هو ما كانش عارف ان انا ليلى نظمي، فلما جاء قاعد يضحك ان ازاي ما كانش عارفني. مفيش بعدها بثلاث اربع ايام قال لي كلمه واحده بس، قال لي بابا جاي يقابلكوا يوم الحد الجاي، ولا قال لي ايه رايك ولا تتجوزيني ولا. فانا طبعا جريء جدا يعني، طب ايش عرفك ان انا هوافق ان باباك يجي يعني؟ لكن جرأته وصراحته وبساطته عجبتني جدا. فبابا جه فعلا، الكلام ده كان يوم 12 فبراير، يوم 7 مارس اتخطبنا، 15 مارس اتكتب كتابنا، 29 مارس كنا متجوزين. فطبعا دي كانت عامله زي البطيخه وكانت ممكن تطلع قرعة، بس الحمد لله طلعت حمراء. ألف ليلة، ليلة واحدة تسوى عندي، تسوى عندك ألف ليلة.